انت ما كنتش عايز تدفع الغرامه دي، ما كنتش ناوي ان انت تدفعها لحد ما تبطل كوره وخلاص وتقعد. طب ما انت لو بطلت كوره هل الغرامه دي ما كانتش هتروح؟ ما الغرامه لسه موجوده. ازاي كانت هتروح؟ خلاص هتسقط. كانت الكوره بس، بس كنتش خلاص بقى يعني. طب ما انت كنت ممكن تعمل كده وتكمل على كده، ليه ما عملتش كده؟ ليه ما فضلتش طماط؟ ما عشان خاطر هبقى سنتين، فانا عندي طموحات اكبر. ايه طموحاتك؟ بس ان اخد كل بطولات مع النادي الاهلي واعمل كل حاجه مع النادي الاهلي، ابقى اسطوره في النادي الاهلي. في فيديو شفته لك كنت بتقول كنت متعصب قوي، وفي الماتش بعد ما جبت جول قلعت التيشيرت بتاعك وقلت انا الاهلي انا الاهلي انا اهلي انا اهلي. ليه عملت كده؟ ده كان ماتش الاهلي والزمالك اللي هو تاني ماتش، عشان كان كله متراكب ان انا قعدت بتاع سنه ان انا هبطل كوره بالتمرين بلا هدف. كانت عليا ضغوطات كبيره جدا. كان عندك اكتئاب؟ كان عندي اكتئاب. ليه كان عندك اكتئاب؟ مش كنت قاعد؟ كنت لا مش كنت قاعد، انا كنت بتمرن، بس الفكره كلها ان انا كنت هكمل كوره ولا مش هكمل كوره. كنت موقوف؟ كنت موقوف. فانا قلت بس، فانا ما جبت الجون كنت انا بسمع شتيمه والدتي في ودني من جمهور الزمالك. فانا ساعتها لما جبت الجون رحت للكاميرا قلت لهم انا الاهلي. شتموك؟ شتموني بامي. اه شتموك بوالدتك؟ وجعوك جدا. اصعب حاجه عن الانسان لما تشتم بوالدته. ليه عملوا كده؟ ايه اللي يخلي مهما حصل الاختلاف او مهما كبر الاختلاف، ايه اللي يخلي جمهور يشتم لعيب بوالدته؟ دي كبيره قوي. لا عادي، انا كل اللعيبه بتتشتم. بس مش يعني كل، انا يمكن اكتر واحد شتمت في لعيبه الكوره، بس ما يعني الحاجات دي ما تاثرش عليا في الملعب، لان انا بدخل الملعب شايل كل الشتايم، بركز بس في الملعب ان انا اساعد زمايلي وزمايلي يتعبوني. بس لما شتموك بوالدتك اتوجعت؟ لا ما اتوجعتش، ما انا جبت جول، ربنا كرمنا وكسبت. رديت؟ رديت على طول. فقمت قلعت التيشيرت وقلت انا اهلي. انا اهلي. انا الاهلي. اه معناها ايه انا الاهلي؟ يعني انا الاهلي. يعني انت مين؟ اه انا الاهلي انت مين؟ ده كان قصدك. ردوا عليك بعد الحركه دي؟ لا خلاص بقى، كل سنه طيب، كل حاجه هديت، مفيش اي حاجه بقى، ربنا كرمني الحمد لله.